نروح لاتحاد تنس الطاولة اللي الجمعية العمومية انعقدت النهاردة لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2021 حتى 2024. الانتخابات خلصت من شوية، فاز فيها معتز عاشور بمقعد رئيس الاتحاد بعد ما حصل على 15 صوت مقابل 11 صوت لمنافسه محمد نور، وحسم حسني فؤاد منصب النائب وحصل على 16 صوت، وجه في العضوية أحمد رضا اللي حصل على 20 صوت، عصام زيدان 19 صوت، محمود لاشين 17 صوت، وأشرف عاشور 17 صوت. خلينا نشوف التقرير ده من الانتخابات ونرجع نكمل حلقات. استاذ معتز عاشور، طبعا مبارك لحضرتك طبعا على الفوز الكبير طبعا برئاسه الاتحاد المصري لكره التنس. الله يبارك فيك ويخليك، وانا متشكر جدا طبعا، والحمد لله، وكانت يعني منافسه شريفه ومنافسه قويه، واللي نجحوا ربنا يعني يصلح بيهم لعبه تنس الطاوله، واللي ما وفقوش هيبقوا موجودين معانا برضو ان شاء الله في ادوار تانية، وان شاء الله كلنا موجودين مع بعض. اكيد طبعا احنا بنطلع للاحسن وبنطلع للاقوى، وانا شايف ان شاء الله باذن الله هتبقى يعني حاجه كويسه في العهد الجديد ان شاء الله. بس انا باكد برضو ان الناس كلها هتشتغل معانا والناس كلها هتبقى متواجده، وباذن الله هيكون خير يا رب. نود الجمال المصري ان شاء الله ان احنا نشوف ان شاء الله شباب يطلعوا اكتر من كده يمثلوا المنتخب بزي. اكيد طبعا احنا ماشيين في خطوات ناجحه كتير، وعملنا انجازات كبيره في الدوره اللي فاتت، وبنتعشم باذن الله ان يكون في توفيق لنا ويكون في استمراريه في التوفيق وفي الانجازات، وربنا يعمل فيه الخير يا رب. شوف، هو تنس الطاوله هي لعبه كلنا لعبناها واحنا صغيرين، لكن هي محتاجه الانتشار، وطبعا نهتم بقطاع الناشئين جدا جدا جدا. طبعا في قطاع كبير يعني نقدر نقوله هو مهمش، هو قطاع الصعيد، المنطقة الصعيد فيها محافظات كتير تنس الطاولة مهمشة فيها. دورنا في الفترة القادمة ان احنا ان شاء الله نقدر نرجع لعبة تنس الطاولة في الصعيد، في اندية كتير جدا جدا لكن هي محتاجة دعم. الحمد لله احنا مكسبنا في ابن بلدنا الكابتن معتز عاشور رئيس الاتحاد، الحمد لله النهاردة يعني حاجة مشرفة لمدينة السوق كلها ومحافظة كفر الشيخ كلها، الحمد لله. طبعا بتتكلموا، طبعا كنت بتتكلموا على الخطط المستقبليه ان شاء الله للارتقاء باللعبه في مصر. والله احنا املنا كبير في كابتن معتز ومجلسه المحترم انه يبقى انه يعملوا حاجه محترمه في هي على فكره الدوره دي تقريبا سنتين ونص، لانها بعد لحد الدوره الاولمبيات الجايه يعني. فعشمانين في خير كتير لاتحاد تنس الطاوله باذن الله، الحمد لله يعني. والله احنا مدين ايدينا للمجلس الجديد ان شاء الله، طالبين ان احنا نرفع يعني نرفع الكاهل عن ده شويه في الاشتراكات وفي في المسابقات، زياده عدد المسابقات. دسوق طبعا في ممتاز في مجموعه يعني مجموعه الزمالك السنه دي، دسوق او الزمالك السنه دي ان شاء الله نتعشم ونكون زياده المستوى باذن الله، باذن الله نتعشم رفع لمستوى اللاعبين في المنتخب، زياده القاعده، العمل على زياده القاعده وزياده بطولات الناشئين، وان شاء الله خير باذن الله. ربنا يبارك لهم ويا رب يجددوا ويبقوا في الاحسن على طول، ويعملوا لنا بقى كل اللي احنا نفسنا فيه، نفسنا في حاجات كتير جدا، احنا كنادي تسوق نفسنا في حاجات كتير، واكيد كل النوادي هم قادرين باذن الله يحققوا لكل النوادي امنياتها باذن الله، وربنا يوفقهم، والف الف مبروك لكل الناجحين، وهارد لك للي ما نجحوش بقى معلش.